يا كريمة! يا كريمة! ايه ميدك اشوف؟ حاضر ابن عمي. وينها بنتي؟ ليش ما لقيتوها؟ ما خلينا ارنا بالحارة. شو عم تكون شقت ارض وبلعتها؟ لكولي على قامتي، لكولي ولكولي بدك تكون راحت البنت. لك ايه عم تسأليني؟ سامع لك زكور، انا عم سألني عن اختك. روق يا بي، روق. والله لانكش الارض وجيبها لتحت صرمايتك للعايبة. لا تقول عايبة ولا هي اختك بتضلك. انا ابو زكور الزعيم اللي حارك كذا بتحسب لي حساب. فهمت ولا ما فهمت؟ بتطلع من هون ما بترجع بلاها. لكن شو يا بي؟ لكن شو؟ لكن وين راحت اذا ما كانت هربانة مع حدا الكلبة؟ لا تحكي هيك كلام ولا بتضل اختك هي. فهمت ولا ما فهمت؟ يلا روح لشوف، ما بترجع البيت بلاها. لا يا ابن عمي، بنتي حميدة والله مو هيك، والله العظيم راحت لعند خالتها بهيجة. لك بيت خالتها ما شافوها ولا مرقت لعنده. لك كله منك هي. لك ليش يا ابن عمي ليش؟ لك انا الزعيم بالحارة، هي دربيتك يا كريمة، بنتك حطت راسي بالارض. راسك مرفوع يا ابن عمي. كريمة انت طالق. قولي على يلا روحي نبري، اترك البيت لشوف. يا بي شو بدك قلي؟ يا بي ليش هيك عملت؟ ليش طلقت لأمي؟ أمك هي السبب، واختك ما عاد ترجع على البيت. يا بي وحياة عيونك، وحياة عيونك رح دور عليها وانكش الأرض وجيبها لعندك. يلا يا زكور يلا. يا باطل يا أبو زكور، والله ما عاد تنفع تصير زعيم بالحارة، بنتك حطت لك راسك بالأرض. يا بي يا بي شبك يا ابني؟ قلي شبك. لقيت اختي حميده. لقيتها؟ ايه يا بي. وين لقيتها؟ يا بي اختي حميده طلعت طاهره، طلعت ما انا عامله العيبه. لكن وين كانت؟ يا بي هي ورايحه على بيت خالتي بهيجه، طلع تنبر الزبال بوشها. ايه؟ عم الحمار اجلك يا بي، تنح مع الزبال وما عاد مشي. هلا شو بدي بالحمار انا؟ يا بي جاي لك بالسيره، وقت تنح الحمار قام الزبال ضربه. قام تنح وعنفص وقلب الطنبر كلياته. بهاللحظة أختي كانت مارقة بالزقاق، قام قلب الطنبر عليهم وغوطنت يا بي. يا لطف الله، شو الحكي؟ إيه والله يا بي مثل ما عم قلك. يعني وين هلأ أختك حميدة؟ يا بي أختي ببيت خالتي، شنو أسعفوها الجيران بعد ما وقعت وغوطنت لحتى صحصحت، بعدين راحت على بيت خالتي. ألف الحمد لله يا ربي، الله يرضى عليك يا حميدة. ألف الحمد لله يا بي. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يلعنك يا شيطان، حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله على ما جرى. يا بي شو مشان امي؟ بصراحة يا زكور انا غلطت بحق امك ولازم اصلح غلطي. ايه يا بي ايه. تفضل تفضل زعيم. الله يخليك، انا ماني جاي اشرب قهوة، بدي ارجع مرتي كريمة على البيت. ايوه والله يا زعيم ما بعرف شو بدي اقول لك. يعني خير شو بدك تقول لي؟ يعني اختي مو ناوي ترجع لعندك. اوف ليش؟ قال انت ظلمتها كثير وكرامتها كثير غالي عليها. والله الحق معها، فعلا انا ظلمتها وغلطت بحقها، ما عاد اعرف شو بدي اسوي لغفر عن ذنوبي. على كل حال خذ لي طريق. تفضل زعيم. يا الله من ولا الله يهدي نفوس. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الله يهدي النفوس بجهنم.